السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز الأبحاث جوجل ديب مايند قال إن هو عمل ذكاء صناعي اسمه فيو VEO، مهمته إن هو ياخد الصورة ويحولها لفيديو. تمام، فتعال نشوف ده. اديله برومت اهوت، فبدأت الصورة تتحرك. تمام، لو ده فعلا اللي هيحصل فده نقلة كبيرة جدا. تمام، يعني دي الصورة هيت وده الفيديو، في الإيد بيتحرك هيت حركة منطقية. الفيديو هوت دي الصورة، شايف حركة السيدة ديت عاملة ازاي؟ حاجة تحس كده انها حقيقية. انا اشك فعلا انها حقيقية. تمام، يعني الله اعلم. تخيل ان انت تحط صورة، صورة تقلب فيديو، يعني حركة الرموش كل حاجة مدروسة. تمام، في انتظار ان احنا نجرب الفيو ونتأكد هل هو حقيقي ولا خدعة. الله أعلم.